اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 18/11/2023، السوق شغال يا جماعه من الساعه 6 صباحا نوات بسم الله ما شاء الله. وتعالوا نشوفوا تجار كفر الشيخ، تجار اللحم التقيل، اللهم صل عليك يا نبي. صباح الخير يا معلم. صباحك ابد ان شاء الله، ربنا يصلح حالكم ويسعد صباحكم ان شاء الله باذن الله. عرفنا باسمك الاول. سعد علي باشا. المعلم سعد علي كفر الشيخ وتجار كفر الشيخ. نعم سيدي سالم. سيدي سالم كفر الشيخ، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله، ربنا يبعد عنه وعننا البلاء. بسم الله ما شاء الله، تجار اللحم التقيل يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. لبان يا معلمي. ده كسر، ده هو كسر جوز وده هو كسر اربعه. ده كسر جوز وده كسر اربعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعه، صلاه النبي عليه اهوت. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر على المال. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ماشي كام الكيلو جاي من النهارده يا معلم؟ ماشي كام الكيلو جاي؟ 145. 145 جنيه الكيلو جاي يا جماعه في سوق دمنهور، اللهم صل عليه كانت. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، مال صلاه النبي عليها وات. الله اكبر. اربعه. ده عامل ياما وده ياما. ديها عامل ميزان 850 وده 800. 850 كيلو و800. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. يعني كده على بعضه ده بكام وده بكام؟ على بعضه كده بكام؟ والله ما دربناهم لسه ما دربتهمش. ما دربناهمش في بيان تاني ليه لسه. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع. يعني موجود عندكم لحم تقيل ان شاء الله؟ كل حاجه. ادينا الرقم يا معلمي. 010 010 28 28 20 11 68. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابد ان شاء الله، ربنا يجعل سوقكم احسن منهم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعه، صلاه النبي عليه اهوت. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر على المال. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر. صباحك ابد يا معلمي، الله يبارك لكم ويصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، السوق شغال من الساعه 6 صباحا يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله، بسم الله ما شاء الله. عامل ياما ده حاج. اللهم صل عليك. ها 53. ربنا يبارك لكم ويجعل السوق احسن منه ان شاء الله، الله يصلح حالكم. الحمد لله على السلامه يا رجالي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كنب. اللي داخل السوق يا جماعه، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. رجالي صباحكم ابيض، الله يرزقكم ويصلح حالكم. كم وكام يا صاحبي؟ كم وكام؟ الله يصلح حالكم. لسه جايين يعني معدل عملوه؟ الله يصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا حاج سيد، حاج سيد الخولي إدارة السوق دمنهور يا جماعة. بترحب بأي راجل فلاحين وتجار، صباح أبيض إن شاء الله. حاج سيد إدارة السوق الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله، رجالة تمام، رجالات الله يبارك لهم مستحالهم. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله على السلامة يا حبيبي، الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. كم وكم يا صاحبي؟ يا ابني الله أكبر. دارك يا عم الحاج. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. الحلو دي حاجة فاخرة. وصار المعلم محمود. بسم الله ما شاء الله، المعلم محمود أجدع راجل، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، كم وكم يا معلم محمود والله؟ عزيمه من المزرعه. لسه ما انجلش فيهم يعني؟ يعني بكام الكيلو جاي من النهارده ولا ما؟ الله يصلح حالك يا معلم محمود. بسم الله ما شاء الله، يعني ان شاء الله موجود عجول كره لحمه يا معلم محمود. الله يبارك لك ويصلح حالك. ادينا الرقم. طيب 010 010 38 كم؟ 330 330 59 59 11 9 11 9 اللي عايز العجول الذكوره اللحم التقيل. قاعد فين يا معلم محمود؟ دمنهور، وتجار دمنهور الله يبارك لهم ويصلح حالهم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي.
مال صلاة النبي عليه، ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخد المال. الله اكبر، الله يصلح حالك يا معلم محمود. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك. البيع والشراء شغال يا جماعه، هو ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. والله 54 يا صاحبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. العجول احمل بقرة صباح الفل حاج، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. الشمس بدها تطلع يا جماعه، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. رجول بتشاق يا جماعة زي ما انتم شايفين، هي بسم الله ما شاء الله، ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. الله اكبر، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. الله اكبر، الله اكبر، لا حول الله يا رب. جايب لي دسع الراجل يا جماعه، هو الله اكبر، الله اكبر. طب هات على ديك وجيد يا عم، هو ابو عليك انت ولا اعتبرني كام الميزان يا استاذ النهارده؟ والله 30 جنيه يا عم، قول يا عم 30 جنيه. عالم خاف يتكلم، العالم خاف يتكلم ليه؟ خد يا عم ماشي كامل كيلو جا النهارده، خد يا عم. والله ما فيش حد بيشتري ميزان اصلا، اللهم صل عليك. امال بوز اللي بيشوف نفسه يعني كده كسبان ولا خسران؟ الله يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. الشمس بدأت تطلع يا جماعه، على خير ان شاء الله، ربنا يسعد صباح الجميع يا رب، ويصلح حال المسلمين جميعا يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. العجول الذكورة اللحم البقري في السوق دمنهور، ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. صباح الخير يا معلم. صباح الفل يا فهد، صباح الجمال، نهارك ابيض ان شاء الله. انا وانت يا معلم. بكام الكيلو جاي من النهارده؟ ايه؟ كام الكيلو جاي من النهارده؟ لسه بقى والله لسه مش ماشي الكيلو اهو. طب عاملين كام ولا من عملوه؟ هنعملوا يامي؟ هنعملوا 110. هنعملوا 110؟ اه 120. وانت عايز قد ايه كده؟ احنا عايزين 150,000. 150 بس. مشكلة البيت بكام دلوقتي؟ منين حضرتك يا معلم؟ ابو حمص. احسن ناس ابو حمص، التجار ابو حمص، الله يبارك لكم ويصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله. يعني موجود عندك عجول ذكورة لحم لو حد عايز حاجة يا معلم؟ اه قوي. طب ادينا الرقم. معلش الله، الله يسلمك. 012 كم؟ 012 012 77 125 125 662 662. الاسم طيب؟ حامد ورد، حامد ورد، حامد ورد ابو حمص. يا جماعة اللي عايز عجول ذكورة لحم موجود يعني؟ فيه. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. اولاد ورده يا ده ايش الثالث ده؟ الله اكبر، الله يبارك لكم مالكم من المال الطيب. بسم الله ما شاء الله، الله يصلح حالكم ويجعل صباحكم ابيض، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، السوق ده منور الدولي العمومي يا جماعه، ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر، ما تنسوش ذكر الله، ربنا يبعد عنكم وعننا البلاه، اذكر الله ورسول الله، ربنا يبعد عنك وعننا البلاه، قل لا اله الا الله والسلام.